طابت أوقاتكم سادتي وأحبتي، وصلنا وإياكم إلى المشترك الأخير بهذه الحلقة. نعم، من ذي قار عباس كريم الطوقي، المتسابق عباس كريم الطوقي من محافظة ذي قار، العمر 22، رقم التصويت 58. نفترض هو طردني وما قبل من الخدامة، والله ليل زنبا وقعيد واحرق سنين الملامة. يا الله، اللجنة الكريمة، خدام الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. إن شئتم أن نبتدئ، اسمعونا صلاة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خنصور زينب يا خوات تصيح تصيح، خنصور أنا وياك انذر الحسين، والله خنصير لجن يا جيش لي بعد، أويلا يا زينب تقول لجن يا جيش لي بعد، خنصور خنصور اخذه ومحبسه يا وردوه لي يا ابويا، يا اخذه ومحبسه وردوه. خادم الحسين علي عويز الشويلي، انت والشاعر. يا خيل يا خيل سحقني ورجع، يا خيل يا خيل لأهلي لا تروح، يا خيل يا خيل سحقني ورجع، يا خيل يا خيل لأهلي لا تروح، عندي طفلة تريد نطلع، خاف صوتي ضلوعي تسمع، يا خيل يا خيل
خيل يا خيل يا خيل يا خيل يا خيل سحقني ورجع يا خيل يا خيل لأهلي لا تروح عندي طفلة تريد نرجع خاف صوتي ضلوعي تسمع يا خيل يا خيل يا خيل يا خيل يا الخيل جتني وما يهمني قلب ضال يمي الخيام قبال أهلي ردت أوقف وقفتي بصدري السهام صرت أحكي ويا الحوافير وأبد ما أسمع عن كلام خذن دمي يمرقيه ما خذن مني سلام ما خذن مني سلام حاير لو دريت عيني حاير لو دريت عيني كسر عظامي كافي تنسحق جثتي شدخل خيامي حاير تنسحق جثتي شدخل خيامي محتار محتار ما همني ضلوعي محتار محتار ليتام وضلوعي خاف صوتي ضامي طلع وخاف كسري ضلوعي تسمع يا خيل يا خيل يا خيل يا خيل. القصيدة لخادم الحسين حمزة سماوي. أحسنتما. جيب المايك وياك. عاشت إيدك يا عزيزي. أحسنت أحسنت. تفضل 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 تفضل. نعم أستاذ حسام يسري تفضلوا. حبيبي حسنين. الله يبارك فيك. عباس أسعدتنا جدا. اللحن جميل. أدائك وحضورك حلو وأنت واثق من نفسك ما شاء الله وباين عليك متمرس. بس أنا كان نفسي تتدرب على القصيدة أكتر من كده. أنا حصل لي شوية نقلات بتاعة المقامات شوية تعبتني عبال ما أفهم أنت بتعمل إيه. في نقلات انت مش ماسك المقام فيها كويس بس حتى بالمستهل حاط اكثر من مقام يعني كتير انت فاهم قصدي. عشان كده اتكلمنا في الاول برضو مع غيرك ان احنا داخلين مسابقه فمهم اللحن يكون سهل علينا او هضمينه كويس. ممكن يكون صعب بس بنقوله حافظينه كويس فنقدر نأديه كويس بدل ما اللحن يتعبنا يساعدنا بدل ما يتعبنا فاهم قصدي. فدلوقتي في الحاله بتاعتك انا شايف ان اللحن تعبك. انت صوتك كويس ادائك كويس حضورك كويس بس انا شايف ان اللحن شويه مكلكع يعني نقلاته كتير فمش وما بيتحفظش بسرعه انت فاهم يعني قاعدين نمسك احنا بنحاول نمسك الموضوع. بس ادائك ممتاز حضورك جيد جدا تعبيراتك كويسه شويه بس الكلام برضو كنت على طول بتقرا ماسك الورقه في ايدك بتبص كتير على الكلام فعلى الاقل القصيده تبقى يعني حافظ الكلام تقريبا فين فاهم قصدي يعني. ولو تحفظ الكلام كله احسن هتلاقي ادائك اريح كتير. دايما بقولها لاي حد بيسجل معايا لو نحفظ الكلام هيبقى الاداء مفيش احسن منه. نبقى شلنا من دماغنا موضوع ان احنا بنقرا الكلام يعني. بس اوفر اول انت ممتاز واحسنت جدا حبيبي. شكرا جزيلا. نعم سمعت الشيخ تفضلوا.
الموفق ملا الله يبارك بيك وبعطائك إن شاء الله. أنت جميل ولطيف وصوت وأداء وكاريزما وكل المواصفات المطلوبة أن تتوفر بخادم الحسين اللي يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر هي متوفرة بيك، ولكن الملاحظة اللي ذكرها أستاذ حسام أحس كان أكو تكلف بالقراءة، شوية هدوء القصيدة تكون 100%، بقية التفاصيل كلها كانت سليمة. بارك الله بك. شكرا جزيلا. أبو زكريا تفضل. حياكم الله سيدنا، شكرا جزيلا وشكرا لملا عباس، أحسنت يا حبيبي. حقيقة يمتلك خامة صوتية جيدة بالفعل، وصوته جميل ما شاء الله، وعنده زخارف صوتية وعنده قدرة على التلوين، تلوين الجمل، هذا التنقل ما بين درجات الصوت جميل جدا، ولكن مثل ما ذكروا الأساتذة التنقلات الزائدة يعني شوية تأثر على طبيعة الأداء وتأثر على الأداء المجلسي. وأكو موضوع آخر، وضوح بالمفردات، يعني نحتاج إلى شوية المخارج نعتني بها وفصاحة المفردة، بعض الكلمات ما فهمت وأنا جدا مركز وياك، والله يوفقك والله يبارك بك، وأحسنت كثيرا يا عزيز. شكرا جزيلا أستاذنا العزيز دكتور مهدي. شكرا لك سيدنا العزيز، وشكرا للمشارك من العباس حبيبي، طلة بهية، أحسنت، صوتك جميل. طلة لو طلة 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 ها. طلة بهية إطلالة يعني بالأصح الشيخ، إطلالة جميلة، إطلالة بهية، إطلالة جميلة. جميلة وبهية نعم. أحسنت. والحقيقة يعني مثل ما قال الأستاذ حسام تحتاج شوي تمرين أكثر، الإمكانيات كلها تمتلكها، الأبوذية خنصر اختيار جميل، بس شوي كانت من حيث الألحان ما هي مستقيمة، هذا أشياء خفيفة أقول لك به، يعني شوف لو كان أنت مؤدي أوديشن يعني تسجيل استوديو كان يخلوا لك مؤثرات وهذا السامبل مال لطم وانت تنظم نفسك ويا اللطم اللي تسمعه، لكن باللايف او بال يعني اذا كان مباشر وحي هنا انت لازم تكون عندك اداره وقياده حتى تنظم لطم الجمهور، فهاي الاداره شوي تريد لها بعد دقه اكثر، بس بالمجموع حلو. احسنت. شكرا جزيلا. نعم المسك دكتور عماد الزبيدي. طبعا المسك احسن سيدنا راح يكون سيد محمد، يعني بعد ما اكمل راح سيد محمد عنده فد ملاحظه. نعم ملا عباس كريم، طبعا احنا ما عندي ملاحظه عامه، يعني احنا طلبنا من المتسابقين بعض الامور خلف الكواليس، بس القسم اخذها باكثر من المطلوب، يعني اكو شغلات اللي طلبناها طلبنا احنا بالقصيده اكثر من مقام، يعني قلنا اللجنه القاعده لجنه فنيه موجوده، فيعجبها ان نشوف صوت المتسابق باكثر من مقام، وانتقالات تصير عده حلوه، بس مرات الانتقالات باكثر من مقام الضر ما تنفع. حاجة تسمح لي بس ملا تعرف المقامات اللي قريتها المستهل بها مقام؟ بهذا المايك مقام الكرد احكي. الكرد؟ وي المستهل؟ ايه كرد وايه طيب؟ هو كان بي حجاز 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 اي مو كرد. المهم يعني احنا دائما خاصه بالمسابقه المتسابق المفروض يعرف المقام اللي على الاقل القصيده والمقام اللي قربي العبوديه زائدا القصيده حتى يعرف من ينتقل من مقام المقام يعرف الانتقال شنو اللي صار. شكرا جزيلا لجميع الاحبه، شكرا لك ملا، شكرا للمشاهد الكريم، ملتقانا واياكم في الحلقه القادمه، الى ذلك الحين دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله كان شعور جيد، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، خدمة الحسين عليه السلام الحمد لله. اللجنة الكريمة أعطونا بعض الملاحظات جزاهم الله خير على القصيدة، كان اللحن وكان علينا جهد وضغط، احنا حقيقة تعب يعني سفر وامتحانات، والحمد لله الحمد لله إن شاء الله بالمراحل القادمة أفضل إن شاء الله.
يا